الطبلة ديالنا اليوم غادي تكون متكونة من شوربة آسيوية، من السوشي. هذا غادي يكون تحضير البنات ديالي، بناتي هما اللي غادي يتكلفوا بهذا الشيء. سلطة آسيوية كذلك، عصير، هذا عصير ديال المونغ أو الليمون، وكيكة ديال الزربة، يعني تحضريها في الدقيقة 90. السلام عليكم. اليوم المائدة ديالنا غادي تكون آسيوية أو شينوا، دابا كنتبعي الشهيوات ديال وليداتي ولا ديال الشاب، حنا غير المهم كنطبقو وصافي. اليوم غادي ندير معكم واحد الشوربة آسيوية، سلطة آسيوية كذلك، والأطباق الرئيسية اللي هي غادي تكون لي غولو دو برانتون، اللي غادي تكون بأوراق ديال الروز، وكذلك بنتي غادي تدير واحد المحاولة بسيطة اللي غتحضر فيها لي سوشي، وغادي يكون كذلك عصير. يلا تابعوا معنا الفيديو. اول حاجه غادي نبدا بها الشوربه. انا عندي لقيت هنا عندي شويه ديال زيت الزنجلان، ممكن نستعملوه او زيت المائده. غادي ندير واحد ربع كاس ديال الزيت باش نبدا نشحر البصله. هذه بصله كبيره، ثوما ما تقطعش، غادي ندير واحد الفتقه صغيره. غادي نزيد ورق الغار، نزيد كيسو كذلك. الشوربه الاسيويه راه كاين واحد العدد منهم، راه ما كاينش غير واحد الطريقه، طرق كثيره. انا ملي كنبحث فيهم كنلقى طرق مختلفه ديال اللحم ديال الدجاج بوحدو، ديال الدجاج والكروفيت، ديال الخضر، المكونات مختلفة، يعني اختار، انا اخترت هذه هي اللي عجبتني، بغيت نديرها. ندير كمية كافية ديال الملحة، دابا هذه راه الشوربة، يعني غادي ندير الملحة شوية البيضة، البزار، معلقة صغيرة، سكينجبير، غادي نحك انا السكينجبير الطري. الجنجبير ملي حكيتو هانتوما معلقة كبيرة. دابا نزيد الدجاج، الكمية اللي عندكم، هاد الشوربة راه دغيا كطلع، راه دغيا كطيب، يعني نقدرو ساعة قبل الفطور نبداو فيها. دابا غادي نمرق، غادي نزيد هذا الفطر الاسود وهذا الفطر ديال العلبه، قطعتهم قطع صغيره، حيت خصوصا هذا الفطر الاسود كيبغي الطياب، نديرو يطيب من الاول. انا راه ما درتش الماء كثير لانني غادي نزيد المرق ديال الكرولو. دابا غادي نزيد المرق ديال الكروفيت، نسد عليهم ونخلي الكل يطيب. خصني نرطب الفيرميسيل او الشعريه الصينيه، غادي نهز غير جوج قطع، غادي نكب عليهم الماء طيب ونخليهم يرطبوا، لان ما بغيتهاش انا تسلق، لان الشعريه بغيتها تطيب في الشوربه. دابا خصها غير ترطب ليا باش نقدر نقطعها بالمقص. السلطه ديالي كتكون من الخضر الاتيه، هانتوما الخضر شتو قطعتها حكيتها في الحكاكه البيضاء باش تكون هكا طويله. عندي القرعه الخضراء، خيزو، البصله، الفطر، هذا ديال العلبه ما عنديش الطري، هذا الباذنجان كذلك، الفلفله الخضراء، الفلفله حمراء، الدجاج حتى هو قطعتو، الصدر ديال الدجاج قطعتو حتى هو طولي، ولكن يكون رقيق باش يجي بحالو بحال المكونات الاخرى ديال هاد السلطه. غادي نستعمل كذلك فيها الفطر الاسود، نستعمل هذا سكينجبير الطري، كيما الثومه وغادي نستعمل كذلك شويه ديال الثومه الطريه. الطبخ الاسيوي كنستعملو فيه ديما زيت الزنجبيل او زيت المائده، ندير الملحه كافيه، البزار معلقة صغيرة، غادي نزيد كذلك الفطر الأسود وسكينجبير، غادي نغطي عليهم
ونخلي الخضر كيتشحروا كيعرقوا وكيلواو، نغطي ونخليهم كيطيبوا. قبل ما ننسى خاصني نزيد شويه ديال الثومه، واحد المعلقه صغيره، عاد نخلي كلشي يطيب. في نفس الوقت غادي نشحر شويه ديال الدجاج. اولا غادي ندير واحد البصيله مثل ما شعلت بها، الدجاج عليه خصو يتشحر يطيب بوحدو باش ما يتغلبش عليه نسمة الخضر. شويه الملحه، شويه د الثومه، تبدا تشحر البصلاوه الاول، زيت الدجاج، زيد فيهم شويه ديال السكينجبير، شويه د البلا، هاد السلر راه دغيا كيطيب. نشوف دابا السلطه ديالي كيطيب الخضر، صافي الخضر هانتوما راه طابق. نزيد عليهم صلصة تاع الطماطم، صوص سوجا، نزيد شوية د الملح الصيني. الخضر ديالي راه طابو، غادي نطفي عليهم. دابا هداك الدجاج لي طاب هو غادي نزيدو، هاد السلطة راه غادي يكون طبق رئيسي، هذا تقدرو ديرو طبق رئيسي، كتجي كتشبع، فيها الخضر متكاملة. دابا بقى ليا غير نزيد الفيرميسال. نطلع الشوربه ديالنا، الدجاج راه دغيا كيطيب. نزيد كميه ديال الكرفيت، نزيدها دغيا كطيب حتى هي. دابا غادي نزيد، دابا غادي نزيد الشعريه الصينيه، بسم الله، هذيك اللي غير رطبت. قطعتها مزيان بالمقص، نزيد صلصة السوجة، ثلاثة د المعالق، نزيد صلصة النيوكمام حتى هي، بجوج معالق كبار. انا كنشوف عيني ميزان بالنسبه لا صلصه الصوجا ولا النيوكمام، خاصها تكون شويه اللون ديالها شويه بني، بني فاتح. انتما الشربه كلشي راه جاهزه، دابا غادي نتقلها بشويه ديال النشا اللي خلطت بالماء. انا ما كنبغيش الشوربه تكون ثقيله، تكون غير خفيفه متوسطه، وكيبقى لكم الاختيار القوام ديال الشوربه كل واحد كيفاش كيبغي. نخليها طيب مزيان الشوربه واجده. دابا غادي ندوز للسلطه ديالي اللي هي اسيويه، هنا بقى لي نزيد غير الفيرميسال او الشعريه الصينيه.
الشعريه ديال هذه الشلاضه انا طيبتها، درت المغلى وحطيت فيه الفيغميسيل وخليته واحد 5 دقائق باش ترطب. غادي نزيدو على الخضر. هاد الشعريه تخلط مع الخضار مزيان. انا ماشي علاش دابا العافيه نخلطها مزيان. شروق هي اللي كتصوب السوشي، قولي لي كيفاش طيبتي هذاك الرز؟ درت جوج كيسان ديال العنبة ديال الرز، غسلتهم مزيان، كتبقى نبدل لهم الما حتى تيولي الما كيبقى صافي صافي، ما حتى كيتحيد داك النشا كامل تيتحيد. درتو حطيتو في الكاسرونة، زدت عليه الدوبل ديال الما، يعني درت 4 الكيسان ديال العنبة ديال الما صافي، وخليتو جهدت ليه حتى كيغلى. فاش كيغلى كنقص ليه وكنغطيه صافي، عطانا هاد النتيجة. صافي ملي كيطيب كنحركو بشي، كنفلتتو شوية بالمعلقة، ومن بعد غنقلي ليه التخليطة. نشد الخل ديال الرز، غادي ندير 2 معالق كبار، غادي ندير الملح القياس اللي كيدير في الرز، وما شحال القياس اللي كيدير في الرز ما عندي قياس الملح. ديري هذيك صافي، ديري هذيك يلا بركة. ونديرو معلقة صغيرة ديال السكر، نفس المعلقة اللي تستعمليها السكر، المعلقة ديال السكر كنخلطو هادشي مزيان. خصو يذوب شي شوية، كنزيدو هانتوما تقريبا داب كامل، وكنزيدو على الرز، ولكن كنخلطوه بهذه ديال العود. صافي ملي حركتو مزيان غادي نغطيه، وغادي نخليه شويه يبقى بما نوجد العمارة ديالو. قلت لكم انا البنات اليوم كيتعاونوا على الفطور الاسيوي. نور غادي تصوب شنو هما هادو، يلا سري ليا لي زاروماك اللي هما لي رولو دو برانتون. شفتي عندنا كنديرو الجهة الرطبة لتحت والجهة الحرشة من الفوق، مكيبانوش مع مكيبانوش. غادي نبدا بلاتي انا نمشي كنتي على اليوم متعاونين على الفطور. غادي ناخذ السيريمي غادي نحلها ندير هنا، هو خاص ديما نخليو هاد الفراغات هنايا في الجناب شويه. غادي ندير الجبن، هذا اتاختيني الدهن، جبن ديال الدهن اللي في العلب التي كيمياء. غادي ندير صومو، ندير شويه دابا نديرو الكريفيت تاع الافوكا، نديرو اي حاجه بغينا. هادو سيريمي قليت ودرتو في البيض، في الدقيق والبيض ولا شابلو باش كيجي مقرمش. هادو صغيرين غادي نديرو جوج، دابا نطفي كيف ما كنديو، ماشي مشكل حنا ماشي محترفين ديال السوشي. انا الكاميرا حشموني انا اللي مهم عندي غير تحضروا. دابا كنديروا كنجمعوا هاد القدام والجنيبات وصافي، وكيخصنا نزيرو. انا كنجمع وكنجر لعندي، دابا كنزير. ايوا هما تجمعوا ليك مزيان، نشجعوا بنياتنا يخدموا كيف ما خرجوا لكم الحاجه، قولوا لهم مزيان تبارك الله عليكم هما مزيرين. ايوا ما شاء الله عليك بنتي، صافي نحطوهم.
هاني شوفي انتما ما صوبتيش حمل هادو ما درتش فيهم الورقه ما حليتش فيهم الورقه ديال السوريمي دونك درت فيهم الصومون ولا لافوكا اللهم تبارك الله عليك يا الله يرضى عليك نشجعوا وليداتنا وبنياتنا يعاونونا صافي انا غادي ندوز عند شروق اللي كتحضر يلا شروق انا نصوب سومو نصوب سوشي هاد الورقه ديال النوغي كنقسم منها الى بان كيبان لكم واحد الخطوطه بحال هكا انا هاد الخط الاخر وكنحيدو باش ما يجينيش فيه الورقه بزاف وكنحط الورقه البلاصه الحرشه اللي هي هادي كنحطين البدا والخطوط واش يكونوا هكا افقيين ولا بالعرض لا هذا سؤال امتحان على غفله واش بالعرض ولا بالطول انا بحال بالنسبه ليا بحال يلا ماشي مشكل بحال والله راه نفس الحاجه انا بغيت نزير بغيت نزير عندي نعطيها سؤال صعيب المفاجئ مكنتش معول عليه تنديرو كميه ديال الروز وتنديروه في الدينه الماء باش ما يتلصقوش عاد كنبداو نديرو هاكا خص 70% ديال الورقه تتعمر هاكا وانتم قاريين هذا الشيء وما دارش ما تكون ما تبقى فين رقيقه ديال الروز باش ما نبقاوش ناكلوا الروز بزاف هاكا طبقه رقيقه طبقه رقيقه ديال الروز دابا غاد نشوف انا شنو بغيت انا صوبت شحال من وحده كاينه اللي درت فيها الطون طون درتو مع لاصوص الجيريان درتو مع لاصوص الجيريان ولا كديرو مع مايونيز زدت ليه لاصوص الصوجا ولا كندير السوريمي كنقليه كنديرو مع لابانو كنقليه وكاين اللي ما مقليش وصومو عندي اختيار شنو بغيتي ماما ندير في هادي غديري لنا المونك انا اخترت المونك ديري ليا مع السوريمي كنبدا من ما كنبداش باللول كنبدا من هنا شويه الوسط ندير مثلا الفرماج ديالي تبقى شويه هكا ندير المونك واخا انا قطعت ليا المونك غليظ وندير معاه مني فخيخ اللي ندير هذه اللي ما بقليش نجي يكون الوسط هكا حيتاش اصلا الجناب غير يخرجوا دونك نعمروا الوسط صافي دابا غادي نجمع ايوا بقات قضية فهاد الشوية نجرب باش نزير على داك الشيء بحال هكا من بعد غادي نعاود نقلب ونعاد نزير انا هاد التحت انا كنجرها كنشد بحال باش يتزين ليا مزيان باش من بعد ندير بحال هكا قلبتيها ياك باش نهزها ونديرها بحال هكا باش نقاد الدورة مزيان نحكم الدورة ها هو شتي قلت لك كيخرج من الجنب خصوصا السومو مع كيزلق مع المون كيزلق وصافي ها هي ما تتعوديش تدخلي ولا كاين تقدر ها هي كتدخل ها هو ما بغيتش نخسر الدوره صافي ايوا تبارك الله دابا كتحطيه ويبقى خصو يتقطع شرعي انا نوريكم دوك هادو كلشي صيبتي من قبل هادو لي ديجا صوبت هادي راه باينه هنا فيها الطون ولا غير بان لكم المهم حتى يتقطعوا هادي فيها الطون كنت درت الطون بوحدو وهادي درت فيها لافوكا مع السومو والفرماج وهادي درت فيها الفرماج مع السوريمي مع الكونكومبر ايوا تبارك الله عليك بنتي الله دابا نستناو بابا يجي باش يتقطع من ليا حيت انا هنا كنسالي يخدم اللمسه ديال الشر صافي غتحصلي يلاه بنتي يلاه تبارك الله عليك
هي ماما اخر وحده غادي نصوبو. ايوا دابا تقطع بابا دابا المهمه ديال الشاف. وجربي قطعي سي جربي قطعي يا بنتي علاش؟ لا غير خليها ما بغيتش نخسرها. اشنو؟ ها قلت لك عاد يقطعني لا نسيتي. يلاه هو الاول ديما الشاف خصو يجي يدير اللمسه ديالو. بافو نشوفو. اي اي هاد السوشي عاوتاني تبارك الله عليك الشوارك. ما شاء الله ما عندي ما نقول. من اليوم ما باقيش نشري السوشي. السوشي راه نشوف ديال نكمل هذا ونشوف ديال النوار اللي صوبها حتى هي. ما شاء الله عليهم. الله يلاه تبارك الله عليك. كنقول لهم ماشي جعوا بنياتنا وليداتنا يعاونونا في المطبخ. كتجيبوا لي شويه ديال السوشي 400 درهم 500 درهم. على الاقل في الدار ما غاديش يطلع غالي بحال كي غادي نشرو. جبت لك بابا تبصيل فين ديرو. تبسيط؟ أنا لا 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 انا دابا غادي ناخذ السوشي ديال النوار. لا هادو لي غولو دو بلاطو. انت ما تيتحسبو ملي سوشي. دابا هاي 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 هوماكي قالت لك سميتو. هوماكي زوين تا هو. دابا انت غير كمل كلشي تقطع بما يغسيو هذاك. راه عطيني تخشون. راهي راهي هو الطبق ديال التخشون. خصني لا لا هو راهي. خص ديما يتمسح الموس باش يكون تقطع نقي. وجدي ليا داك غسلتي وانا كنصوب. اي اليوم مادام انتي ما صوبتي والو. ها البنات اللي صوبوا الفطور ازياتيك. اي صوبت لك الشوربه الاسيويه. صوبتي الاسيويه وصوب كذلك واحد السلطه. واني هذا السوشي هذا زوين والله. لا المهم عطيناكم فكره. يقدر يصوبوا. دابا غادي نديرو تقطع بروفيسيونيل ديال السوشي. عندك فكره؟ اه واه كلش عندنا فكره. انت ما عرفتش. هذا قسمو على جوج. هذا جبت لك اسيدي ديالك. هذا قسم تا هو على جوج باش ما يكونوش. عطيني داك الطرشون. وهذا يتقسمو على جوج باش كيبقى ما يكونش ضياع يكونوا تيجو متساويين. يعني شحال دابا غتقطعو على 8؟ على 8. خلي لي الطرشون حدايا. لا غير كان باش من لا خلي لي حدايا كنبغي يكون ساعه مقطع باش يبقى السوشي يبان لي مقطع نقي. شروخ انا عطيتك 10 على 10 في هذا السوشي. دابا كلشي في دار النوار. هذا دابا القواعد ديالها. تقسم على جوج. تيكون عندهم واحد الموس ماضي بزاف. وهذا راه ماضي. لا لا هذا الشيء انت حكرتي. هذيك الطرف هذوك راه الطرف مالحهم. هذا منه. هذا كل واحد كيتقسم على ثلاثة. ما فيهم لي فرماسيون. وزعما هذا السوشي والله اللي كيشي حيوة. انا راه صايب عليكم حتى واحد الكيكه. تقدروا تاكلوها في الفطور او حتى في الصحه. والله السوشي ما كيشبع يعني غير خلوه تسخر هذيك الكيكه. صافي دابا كملت. صافي كملت قطع. صافي ندوزو للتريسه. تعاوننا اليوم على الفطور بناتي هما اللي حضروا هذا الباطو ديال السوشي. انا خصنا نشجعوا وليداتنا باش يبداو يتعاونوا معنا في المطبخ. يلا اللي كيشاهد يشارك. يلا اللي كيشاهد لاول مره يشترك في القناه ينقر على الجرس يوصلوا الجديد. راه بغيت نفطر عارف شنو يعني. حطوا اعجاب حطوا تعليقات ديالكم. حنا دابا صافي وصلنا ل النهايه. النهايه راه عرفتي كنعياو من بعد النهار كله ديال الوقيف. يلا بسم الله بعدا تميره في الكيسون. بسم الله يلا بصحة فطوركم.
تندير واحد اللمسه شويه على هذا سميتو شويه ضربي اييه